وبالعودة إلى الملف الليبي، ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي المختص في الشؤون العربية علي طرفاية الجباري. أهلا بك أستاذ علي على شاشة اليوم. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. بداية، ما مدلولات اعتراف رجب طيب أردوغان في هذه المرحلة من الصراع الليبي بسقوط قتلى من الجنود الأتراك على الأراضي الليبية؟ وبالنظر للأعداد التي أقر بها بنفسه، إلى أي مدى من الممكن أن تكون هذه الأعداد دقيقة ومطابقة للواقع فعليا؟ يعني في شك أن أردوغان كعادته يخفي الكثير من المعلومات حول حقيقة مقتل أو عدد القتلى الأتراك في ليبيا في مواجهة الجيش الليبي. الجيش الليبي يحارب عدوان، يحارب غزو تركي لأراضيه، يعني وهناك العديد من القتلى. ربما الصحفي ميراد أجيران الصحفي بجريدة جينيتشاب يعني كشف هذه الأمور، وتصريحات أردوغان بأن هناك قتلى أتراك في ليبيا جاءت بعد هذا الكشف للصحيفة. حتى الصحفي يعني حذر أردوغان من المساس بحياته وحياة أسرته، لا سيما وأن أحد قادة الجيش التركي وهو العقيد السابق بالجيش التركي، عقيد سابق تقاعد بعد انقلاب 15 يوليو، قتل في هذه المعارك في ميناء طرابلس. يعني وهذا أيضا يوضح رؤية أردوغان في التعامل مع الأزمة الليبية بأنه يلقي بكل أعدائه إلى ساحة الموت في ليبيا، فهو يتخلص من القادة العسكريين الذين كانوا سببا في إحداث حركة الانقلاب ضده في 15 يوليو، بأن يقوم بإجراء مصالحات مع هؤلاء العسكريين وإرسالهم إلى ليبيا، وأيضا يتخلص من المعارضة السورية المتمثلة في الجيش الحر والجماعات الإرهابية التي وطنها في شمال شرق سوريا. ومع تطور الأحداث ومع يعني وجود متغيرات سياسية معينة، يحاول أردوغان أن يتخلص من كل هؤلاء داخل المحرقة الليبية. وهذا فيما يتعلق بكون ليبيا أو تركيا هي طرف إقليمي منخرط في الصراع الليبي، ولكن أستاذ علي إذا ما ركزنا على الداخل، يعني اتباع أردوغان لسياسة التكتم وإخفاء مثل هكذا معلومات عن الشعب التركي في هذه المرحلة، ما الذي قد ينتج عن هذه السياسة في المرحلة القادمة؟ وكذلك إلى أي مدى بالفعل أن تسهم هذه السياسة المغلوطة بتأليب الشعب التركي والداخل التركي ضد سياسة أردوغان؟ يعني ما في شك ان الشعب التركي بدا يضد من سياسات اردوغان، لانها تستهدف في الاخير تستهدف استقرار وتماسك الدوله التركيه، تستهدف التعايش السلمي بين مكونات الشعب التركي. في ظل هذه السياسه التي يتبعها اردوغان سينتج عنها قطعا خلخله كبيره داخل تركيا، وسينتج عنها صراع وصدمات عديده. ربما يكون الجيش التركي طرف قوي فيه داخل هذه الصدمات. يعني المشهد يعني يوشي بان اردوغان يتآمر حتى ضد الدوله التركيه، وانه مجرد وكيل لاحداث نوع من الخلخله السياسيه والبلبله داخل منطقه الشرق الاوسط لصالح قوى اخرى. ما يقوم به أردوغان هو ضد تركيا وضد أمن واستقرار إقليم الشرق الأوسط، ولن يعود على تركيا لأي مكان. نحن نتابع انهيار الاقتصاد التركي وانهيار الليرة التركية، حتى وإن كان هناك دعم قطري في بعض الأحيان، لكن هذا الدعم لن يكون كافيا يعني لاستعادة عافية الاقتصاد التركي. بدون شك أن هناك حالة يعني غضب شعبي حتى وان كانت صامته ضد اردوغان، وان انفجار قادم في وجه الرئيس التركي من الداخل التركي لن يكون. وعطفا على ذلك استاذ علي استثمارا للوقت، يعني هل ترى تراجعا او انكفاء في هذا الدور السلبي لتركيا بالنظر الى مسار التدخل التركي في ليبيا وهذا الانغماس في المستنقع الليبي من قبل اردوغان؟ هل تتوقع ان يستجيب لدعوه المعارضه باعطاء المزيد من المعلومات عن سقوط جنود اتراك على الاراضي الليبيه، او اي دعوه من هذا القبيل بغض النظر عن سياسه اردوغان في ليبيا حاليا؟ يعني هو لا يكشف الا عما جرى الكشف عنه. يعني الجيش الليبي تحدث عن مقتل 16 قيادي تركي في ليبيا. طبعا يعني هو لا يحتسب ولا ينظر باي حال من الاحوال الى قتل السوريين،
المنتمين لجماعات إرهابية مختلفة والذين جد بهم أو تخلص منهم عن طريق إرسالهم إلى ساحات القتال في ليبيا. قطعا يعني هو يمارس سياسة عشوائية، سياسة فوضوية، يرتكز في كل أموره إلى دعم يعني ترتكز إلى دعم الجماعات الإرهابية هنا وهناك، يهدف إلى إحداث خلخلة سياسية في منطقة الشمال الإفريقي. يعني زعزعة أمن واستقرار هذه الدول عبر الجماعات الإرهابية ليكون هو في الأخير الرابح الوحيد، انه يتاجر في دم الشعوب العربيه، يتاجر في يعني في امن واستقرار هذه الشعوب. اردوغان غير مرحب به في ليبيا، غير مرحب به من قبل الشعب الليبي، غير مرحب به من قبل القبائل الليبيه. كل ما يعول عليه هو الجماعات الارهابيه وجماعه الاخوان الارهابيه في ليبيا. لكن يعني مهما الارتباطات المحاصره في مدينه طرابلس الان بعد هجوم الجيش. انا اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي في الشؤون العربيه علي طرفاي الجباري، حدثنا مباشره من القاهره، وهذا ما سمح بها الوقت.